إذا أعزائي المشاهدين، تغطيتنا متواصلة الأحداث ومستجدات بطولة الاتحاد الرياضية في أول يوم للأدوار النهائية. معنا الآن في هذه اللحظات الكابتن حسن الحساني مدرب ورئيس فريق إعصار الحساني. نرحب فيك عبر قناة خالد بازيدان. بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم جميعا إن شاء الله. بطولة الاتحاد الرياضية، كيف ترى انطباعاتك عن هذه البطولة؟ والله أنا بالنسبة لي أول يوم يعني ذا بطولة جيدة، يعني اليوم شفت وضع مباراة حلوة كانت بين أكاديمية الروحة وش اسمه الفيلسوف، مباراة حلوة يعني كانت الشوط الأول مباراة حلوة استمتعنا معاهم. الكابتن عدنان نجار منظم البطولة، لم تلبي الدعوة بالمشاركة أم لم تكن الدعوة حاضرة؟ والله أنا ما أدري عن الدورة، ما أدريت إلا دوبا، يعني لو كنا ندري عن الدورة كان شاركنا ما في شيء. شكرا لك جميعا إن شاء الله.